إن كان هذا رأيك، فما هو رأي عتبة بن ربيعة وسائر عبد شمس وعبد مناف؟ ألم ترى كيف كان يهون الخطب ويهدئ النفوس؟ وما ذاك إلا لأنه ذكر أرحامه مع بني هاشم، إذ هم جميعا لعبد مناف. وقد يكون أقرب الناس رحما أشدهم تنافسا على السيادة، كل يرى نفسه عدلا لابن عمه فلا يرضى أن يتقدمه، وما زال هذا حال بني عبد شمس وبني هاشم. فإذا تقدم بنو مخزوم نسوا ما بينهم وذكروا أنهم جميعا عبد مناف، ولقد والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف، أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. فمتى ندرك نحن بني مخزوم مثل هذه؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه ولو جاءنا بكل آية، بل نقيم على عداوته ما عشنا أبدا، وإن أبى بن هاشم إلا منعه وثبنا بهم ولم نبالي. احفظ هذا عن خالك يا ابن حنطمة.